بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب طلاب بريبس لي، How are you today? I hope you all the best. Today إن شاء الله هناخد ليسون 2 في الجيومتري. وقلنا في الليسون اللي فات إن إحنا خدنا ثلاث حاجات. إيه هما الثلاث حاجات؟ خدنا الساين، عرفنا حاجة اسمها الساين، وعرفنا حاجة اسمها الكوزاين، وعرفنا حاجة اسمها التان. ووريتهم لك على الكالكوليتر. وقلت لك الساين، إيه هي الساين؟ قلت لك مثلا إن أنت كل شغلنا هيبقى في الرايت ترينج، لو أنت عندك رايت ترينج. وليكن مثلا قلت لك الساين والكوزاين والتان، ممكن اعرفك السايدز واجيب بهم الانجلز، او ممكن اعرفك الانجلز واجيب السايدز، وده تعرفه ان شاء الله. طب انا مثلا لو قلت لك انت عندك هنا في رايت انجل، عندك هنا في رايت انجل، وليكن الترينجل ده اسمه A B C، وعندك السايد ده وليكن ده ب 3 سنتيمتر، وهنا 4 سنتيمتر، وهنا 5 سنتيمتر من بايساجورس، وقلت لك عايز الساين والكوزاين والتان، عايز الساين والكوزاين والتان بس اشتغل على الانجل سي، عايز ساين وكوزاين وتان بس الانجل مين؟ سي. فانت الساين بتطلع ازاي يا باشمهندس؟ ها برافو عليك. الساين مستر حضرتك قلت لي ان الثري سايدز دول اللونج سايد اطول سايد الاوبوزيت للرايت انجل ده بسميه الهايبوتنس، فانت على طول علم على الهايبوتنس. مستر الساين بتيجي ازاي؟ والله كل حضرتك قلت لي ساين سي ايكوال الاوبوزيت اللي في وشها على طول اللي هو كام؟ 3 على الهايبوتنس اللي انت معلم عليه ال 5. طب كوزين السي والله ده اسمه الاوبوزيت، يبقى ده اسمه الايه؟ الادجاسنت، ده اللي في وشها وده اللي جنبها. طب يبقى الادجاسنت على مين؟ على الهايبوتنس. طب والتاني؟ التاني ايكوال الساين على الكوزين، تاخد النمبر ده على النمبر ده وتعمل لهم ديفايد، او ايكوال الاوبوزيت على مين؟ على الادجاسنت، طلع الهايبوتنس بره، الاوبوزيت على الادجاسنت اللي هي هنا بكام؟ ب 3 اوفر 4. وخدنا برضو ان احنا ممكن نجيب الساين والكوزاين والتان بس انذر اكيوت انجل اللي هي هنا مين؟ الاي، يعني ممكن اجيب الساين ايه؟ الساين ايه؟ برضو ايكوال مين؟ الاوبوزيت اللي في وشها ال 4 على مين؟ ها؟ على ال 5. ده لو انا شغال على الانجل ايه؟ طب وكوزاين ايه؟ الادجاسنت اللي جنبها اللي هي مين؟ ال 3 على مين؟ الهايبوتنس اللي هو هنا الفايف، ولو قسمت دول على بعض هتطلع في الريفرسي. طب سعادتك تلاحظ ايه؟ ان انت لو انت عندك رايت انجل، رايت انجل في واحده رايت من 90، يبقى تو انجل تو اذر انجلز بكام؟ تو انجلز اللي لسه كام؟ والله الاثنين الصم بتاعهم ب 90. وقلت لك ان انت لو انت عندك تو كومبلمنتري انجلز، لو انت عندك تو انجلز الصم بتاعهم ب 90، يبقى تستفاد ايه؟ ساين واحده فيهم ايكوال كوزين الثاني، ساين دي ايكوال كوزين دي، ساين دي ايكوال كوزاين الانذر انجل. وتستفاد ايه برضو؟ استفاد ان كوزاين واحده فيهم ايكوال ساين كوساين الثانيه، يعني ساين الايه؟ ها تو انجلز دول الصم بتاعهم ب 90، فانا استفاد ان ساين الايه ايكوال كوزاين السي، وكوزاين وساين السي ايكوال كوزاين الايه. واستفاد ان تان التو انجلز دول تان دي ملتبلاي تان دي يجيب لك 1، لو عملت لهم ملتبلاي يجيب لك 1. يعني ايه؟ يعني التو انجلز دول ملتبليكاتيف انفرس، التان بتاعهم بملتبليكاتيف انفرس. يعني ساعات يجي يقول لك مثلا اف اي اند سي ار تو كومبلمنتري انجلز الصم بتاعهم ب 90، زين ساين الاي ايكوال كوزين السي. طب كوزين الاي ايكوال ساين السي. طب تان سي ملتبلاي تان اي ب 1، التان ده عكس التان ده. كل ده احنا خدناه في الليسون اللي فات. الاول بس عشان يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. طب يا مستر الليسون بتاعنا النهارده هناخد برضو الساين والكوزاين والتان بس الفيموس انجلز، الانجلز مشهوره عندنا قوي اللي هم ايه؟ الليسون ده يا مستر انا ممكن اجيبه، ممكن احفظ التيبل اللي قدامي دي. الليسون ده تفهمه بثلاث طرق، يا اما في تيبل عندك هتحفظ التيبل، يا اما هفهمك جاي منين، يا اما تحله بالكالكوليتر. واعمل اللي تعمله، بس لو حليت بالكالكوليتر حاول تضحك على اللي قدامك، وهقول لك ازاي تضحك عليه عشان هو يقول لك ويزاوت يوزنج الكالكوليتر. طيب بص معايا يا باشمهندس، انا لو انا عندي ترينجل وليكن ترينجل اهو، ترينجل اللي قدامك ده اسمه A B C، وعلى طول بنشتغل في الرايت ترينجل وده رايت انجل، وعندك تو فيموس انجلز، لو الانجل دي مثلا بسيرتي وخدناه في بريك 2، والانجل دي مثلا وليكن بسكستي، او تعالى نعكسها خلي هنا السيرتي ودي السكستي. مش احنا خدنا في بريك 2 ان انت لو انت عندك السايد ده ب 1 سنتيمتر، قلنا لو احنا في عندنا رايت تراينجل
وفي عندنا انجل سيرتي، يبقى السايد الاوبوزيت للانجل سيرتي ايكوال هاف الهايبوتنس. فده لو ده ب1 يبقى ده بكام؟ ب2. كويس. ومن بيساجروس بتقوم عامل سكوير، تاخد ده تعمله سكوير ده 4، وده تعمله سكوير ده 1. وعايز سايد من التو سايدز بتوع الرايت انجل، يبقى هعمل ماينس وعلى طول اعمل روت. روت 4 ماينس 1 ب 3، وال 3 روت 3 انا ما اعرفش بكام، في السايد هيطلع بروت 3. تاني لو انت عندك رايت تراينجل، والرايت تراينجل فيها انجل ب 90 وفيها انجل ب 30 وانجل ب 60، استحملني بس في الاول وبعد كده انا ممكن اقول لك حل بالكالكوليتر. بس لو انت عايز تفهم جيت منين، فعشان لو اتلخبطت يبقى انت فاهم. تاني لو السايد ده ب1 يبقى الهايبوتنس ده ب2، لان السايد الاوبوزيت ذا لينس اوف ذا سايد اوبوزيت تو انجل 30 رايت انجل تراينجل ايكوال هاف الهايبوتنس. فلو ده ب1 يبقى ده ب2، من بيساجروس هيطلع ده بروت 3. طب ما انا يا مستر ممكن اجيب، ها ممكن اجيب ايه؟ تخيل مثلا ان انا عندي تيبولو وعندي انجل مثلا ب 30، هل الانجل 30 ممكن اجيب لها الساين والكوزاين والتان للانجل 30؟ اه والله ممكن اجيب الساين والكوزاين والتان للانجل 30. ازاي؟ ساين ال 30 مستر حضرتك قلت لي علم على الهايبوتنس، الساين ايكوال كام؟ ها الاوبوزيت اللي هو هنا ال 1 على الهايبوتنس اللي هو هنا ب هاف، فساين ال 30 بكام؟ ب هاف. طب يا مستر لو عايز اجيب كوزاين ال 30، الكوزاين ايكوال مين؟ ها ده الاوبوزيت، يبقى ده مين؟ الادجاسنت اللي هو هنا روت 3 اوفر 2. طب لو عايز تجيب التان، تان السي التان طلع الهايبوتنس بره، يبقى التان ايكوال الاوبوزيت على الادجاسنت اللي هو هنا 1 اوفر روت 3. ولو عايز تتاكد من كلامي هات الكالكوليتر بتاعتك واكتب ساين 30، هتلاقي ان ساين 30 بكام؟ بهاف. وتعالى كده نشوف احنا مطلعين ساين 30 هنا بكام؟ بهاف. هات كده الكالكوليتر بتاعتك واكتب ساين 30، خدها بعد كده ان انت اقفل براكت احترام كده، احترام للانجل اقفل عليها براكت واضغط ايكوال، طلعت بكام؟ بهاف. تعالى كده نشوف احنا مطلعينها هنا بكام؟ بهاف. طب تعالى نجيب كوزاين 30. بص يا باشمهندس كوزاين 30 اقفل بكام؟ بروت 3 اوفر 2، واحنا مطلعينها بكام؟ بروت 3 اوفر 2. طب تعالى نجيب تان 30، تان 30 اقفل بكام؟ هو هنا مطلع لك روت 3 اوفر 3، احنا عارفين ان هي كام؟ ب 1 اوفر روت 3. جيت منين؟ لان انت يا باشمهندس عارف ان انت لو انت عندك مثلا 1 اوفر روت 3 خدناها في بريب 2 ان الكالكوليتر مش بتحب الروت تحت، فلو عايز اتخلص من روت هعمل تايمز في روت 3 اوفر روت 3 ومالتي بلاي روت 3 اللي هي روت 3، وروت 3 مالتي بلاي روت 3 روت مالتي بلاي روت يجيب لك روت 3 مالتي بلاي 3 اللي هي 9، روت ال 9 دي بكام؟ اللي هي روت 3 اوفر 3، او الروت مالتي بلاي اتسيلف يطير الروت وافضل لتحت الروت فتطلع روت 3 اوفر 3. الكالكوليتر مش بتجيب لك روت، فمنين اللي بيحل بيعرف ان انت بتحل بالكالكوليتر او بتحل بدماغك؟ لان انت هنا المفروض ان انت تبقى حافظها ان تاني السيرتي ب 1 اوفر روت 3، تاني السيرتي بكام؟ ب 1 اوفر روت 3، لكن الكالكوليتر هتديها لك كام؟ روت 3 اوفر 3، لان الكالكوليتر مش بتكتب روت تحت. الحاجات دي انت هتحفظها الساين والكوزاين والتان هتحفظها بالشغل بتاعنا، يعني احنا مع التكرار هتحفظها ان شاء الله. طب تعالى نجيب الساين والكوزاين والتان بس للانجل 60. لو انا شغال على ال 60 عايز اجيب الساين والكوزاين والتان بس لل 60، تعالى كده يا باشمهندس، ها تعالى نجيب الساين والكوزاين والتان بس للانجل 60. الانجل ايه؟ والله هو الساين بيجي ازاي؟ احنا شغالين على ال 60، الساين بيجي ازاي؟ والله يا مستر حضرتك قلت لي الاوبوزيت، الاوبوزيت اللي في وشها الاوبوزيت لها على الهايبوتنس يبقى روت 3 اوفر 2. ولو جيت تجيب الكالكوليتر وتاكد كده ساين 60 هتلاقيها طلعت بروت 3 اوفر 2. تعالى كده نشوفها اهو، ساين 60 ساين 60 بكام؟ بروت 3 اوفر 2. طيب تعالى نجيب كوزاين ال 60، الكوزاين بتيجي ازاي؟ والله ده الهايبوتنس سيبك منه دلوقتي، الكوزاين بتيجي ازاي؟ الادجسنت اللي جنبها على الهايبوتنس هاف. طب التان، التان بتيجي ازاي؟ التان طلع الهايبوتنس بره يبقى الاوبوزيت على الادجسنت اللي هو روت 3 اوفر 1 اللي هي روت 3. وحضرتك يا مستر قلت لي ان احنا لو انت عندنا تو كومبلمنتر انجلز، لو احنا عندنا تو كومبلمنتر انجلز، طب ما التو انجلز دول ب 90 يبقى ساين دي ايكوال كوزاين دي، يبقى الكلام ده صح.
وعندك كمان مين؟ كوزاين دي ايكوال ساين دي، وتاني التو انجلز دول لو عملت لهم ملتبلاي للتاني هيجيبوا لك 1، لان دي هتطير دي فيحفظ لك ال1. فالكلام بتاعنا صح والله، الكلام ده انت ممكن تحفظه، ممكن تجيبه بالكالكوليتر، ممكن تحفظ التيبل او ترسم الترينجل. انا عندي انجل بسيرتي وانجل بسكستي، بس دول اوبزيت دي، لو دي ب 1 يبقى ده ب 2 وهيطلع ده بروت 3. طب هناخد ترينجل كمان، تعال نشتغل على نظر الترينجل. عندنا برضو فيماس ترينجل. ايه هو الفيماس ترينجل؟ لو انا مثلا عندي ترينجل، والترينجل ده سهل هناخد بس انجل كمان. لو انا عندي ترينجل وليكن الترينجل ده في رايت انجل ده ب 90، والانجل ده المره دي ب 45، يبقى دي بكام؟ ب 45. طب هو الترينجل ده التايب بتاعه ان هو ايه؟ اه ده ايه؟ ده ايسوزلس ترينجل، ده ايسوزلس. فانا لو انا عندي السايد ده مثلا ب 1، يبقى ده بكام؟ ب 1، لان هنا في تو ايكوال سايدز. ها؟ السايد ده ب 1، يبقى السايد ده بكام؟ ب 1. مين بايساجروس؟ تاخد السايد ده تعمل له سكوير يبقى ده 1، والسايد ده تعمل له سكوير يبقى ده 1، وتقوم عامل لهم بلس وتقوم عامل روت. اللي هنا بكام؟ بروت 2، يبقى السايد ده هيطلع بروت 2. تعال نجيب الساين والكوزاين والتان لاي انجل من دول اللي هي 45. والله مش هيفرق، ما هم تو انجلز دول ايكوال. فتعال نشتغل مثلا على اللي فوق. ها؟ لو قال لك مثلا ساين 45 الساين ايكوال مين؟ والله على طول علم على الهايبوتنس. الهايبوتنس ده بتحتاجه في الساين والكوزاين، هيبقى ايكوال الاوبوزيت اللي هو ال1 اوفر روت 2. طب لو كنت تشتغل على دي برضه هيبقى ال1 اوفر روت 2. طب الكوزاين، كوزاين ايكوال الادجاسنت اللي جنبها على الهايبوتنس اللي هو هنا برضه 1 اوفر روت 2 مستر. طب وعندك التان، التان طلع ده بره، هيبقى الاوبوزيت على الادجاسنت 1 اوفر 1 اللي هو كام؟ ب 1. والله لو جبت الكالكوليتر وجيت تجرب هتلاقي ان تان ال 45 ب 1. طب الساين والكوزين الكالكوليتر مش هتديها لك 1 اوفر روت 2، امال هتديها لك كام؟ روت 2 اوفر 2. هتديها لك روت 2 اوفر 2. طب جيت منين؟ لان المفروض هي 1 اوفر روت 2، بس الكالكوليتر مش بتحب الروت تحت، فهتعمل تايمز روت 2 اب وداون، 1 تايمز روت 2 اللي هي روت 2 وروت ملتبلاي اتسيلف يطير الروت ويفضل اللي تحت الروت، يبقى هنا بكام؟ ب 2. فانت عارفها كده، لو قال لك روت 2 اوفر 2 اللي هي 1 اوفر روت 2. لو قال لك وزاوت يوزنج كالكوليتر ما تكتبهاليش روت 2 اوفر 2، هتكتبها لي 1 اوفر روت 2. خلصت الموضوع. كل اللي انت هتعمله يا باشمهندس ان انت يا اما تحفظ التيبل ده، تحفظ التيبل اللي قدامك ده. شايف التيبل اللي قدامك ده؟ هتحفظه ساين وكوزاين وتان 3 انجلز دول 30 و 60 و 45. عايز تعرف التوتال انجلز اعرفهم، عايز تحفظ التيبل احفظه، عايز تحل بالكالكوليتر حل بالكالكوليتر. طب ما تنساش ان انت تعمل ايه؟ اللايك. طب تعالى كده يا باشمهندس، انا هيجي لك يقول لك ايه؟ على طول دي باجا وزاوت يوزنج ذا كالكوليتر وزاوت يوزنج كالكوليتر، تمام، بس احنا هنحل بيننا وبين بعض. يعني مش هنسمع كلام ده لو انت مش حافظ لغايه ما تحفظه. يقول لك ساين 45 ماينس كوزاين 45. ساين 45 دي بكام؟ هجيب الكالكوليتر بتاعتك وتقوم كاتب ساين 45 اللي هي كام؟ هو الكالكوليتر هتكتبها لك روت 2 اوفر 2، بس انا عارف ان هي 1 اوفر روت 2. احفظها بس، ها؟ 1 اوفر روت 2 ماينس كوزين 45 1 اوفر روت 2. او التيبل بتاعك قدامك اهو، هتطلعها من التيبل. ساين ال 45 1 اوفر روت 2، كوزين ال 45 1 اوفر روت 2، او هتجيب الكالكوليتر هتديها لك روت 2 اوفر 2. بس انت عارف تبقى روت 2 اوفر 2 دي اللي هي بكام؟ 1 اوفر روت 2. طب يا مستر والله حاجتين ايكوال بعمل لهم ماينس فهيطلع بزيرو، يبقى الفاليو بتاع ده بكام؟ بزيرو. طب تعالى تاني يا باشمهندس، كوزين 60 بلس ساين 30. والله كوزين 60 هجيب الكالكوليتر، كوزين 60 دي بهاف، طب وساين 30 بهاف، هاف وهاف يبقى بون. تعالى كده اتاكد، كوزين 60 بلس ساين 30 الكالكوليتر بتاعتك ايه؟ كوزين 60، كوزين 60، واقفل البراكت بتاعك احترام عشان مش هتطلع لك ماس ايرور، بلس ساين 30 وقفل البراكت. طلعت بكام يا باشمهندس؟ ب 1، يبقى هنا طلعت ب 1. طب تعالى بيقول لك ايه هنا؟ ساين 30 بلس كوزين 60 ماينس 1045. والله لو جبت التيبل بتاعك حط التيبل قدامك كده لغايه ما تحفظهم، ساين 30 دي ب 1، كوزين 60 ب 1 ماينس 1045 ب 1، هاف بلس هاف ماينس 1. اكتب لي تحت في الكومنت شوف هتطلع بكام. طب اللي بعد كده ساين 60 بلس كوزين 30 بلس تان 60. والله كده ممكن تيجي تبص على التيبل بتاعك لو انت ناسيهم. ساين 60 بلس كوزين 30 بلس تان 30
والله 760 دي اللي هي بكام؟ مستر انا ناسيها، معاك الكالكوليتر او معاك التيبل بتاع؟ طب يا مستر انا ناسيها، هات الكالكوليتر، هتلاقي روت 3 اوفر 2، ارسم التيبل، كوزاين 30 روت 3 اوفر 2. طب بلس 1060، 1060 دي اللي هي كام؟ 1060 اللي هي بروت 3، روت 3 اوفر 2 بلس روت 3 اوفر 2 اللي هي بكام هنا؟ بروت 3 بلس روت 3 اللي هي تطلع بكام؟ بتقول روت 3. طب عايز تتاكد، معاك الكالكوليتر بتاعتك وتحل. انت كل الفكره ان كل واحده بتطلع الفاليو بتاعتها وجمع في الاخر. طب تعالى كده ناخد انظر اكزامبل، ساين سكوير 45، ساين 45 دي اللي هي بكام؟ هو الكالكوليتر هيدالك روت 2 اوفر 2، بس انت عارف ان هي ب 1 اوفر روت 2، بس ما تنساش ان في سكوير على الانسر كلها. بلس كوزاين ال 45 اللي هي 1 اوفر روت 2 بس في سكوير. والله السكوير على ده وده، ال 1 لما اضربه في نفسه يبقى وروت 2 واضربها في نفسها اللي هي بكام؟ ب 2، فاعتبر الروت. بلس السكوير على ال 1 يبقى 1